من ضمن الأسئلة، أنا بحب إدارة الأعمال لكن عندي ملحوظة إني بشوف ناس كتيرة مش دارسين إدارة أعمال وبيشتغلوا وظيفة المدير، زي الدكتور يبقى مدير مستشفى وزي مهندس يبقى مدير شركة غاز أو هكذا، ودارس علم السياسة والاجتماع يبقى مدير علاقات عامة. فقال لي يميز دارس إدارة الأعمال كتخصص مستقل وما بين اللي ما بيدرسهاش ودارس حاجة تانية. حضرتك عندك اختلاف ما بين حاجة، ما بين إن شخص دكتور فطبيعي إن أنا هدير مستشفى، في بعض الأماكن مدير المستشفى هو خريج تجارة أو خريج أي كلية، ولكن في المدير الطبي ده لازم يكون دكتور، لان الرئيس دول هيبقى رئيس الدكاتره، رئيس التحاليل، رئيس الانفكشنز، رئيس الحاجات دي كلها، فلازم يكون دكتور، فده لازم يكون الباك جراوند بتاعته طبيه. ففي هذه الحاله يشترط ان هو يكون دكتور. لما بيدرس الاداره بيجمع الحسنيين، يعني بيجمع ان هو دكتور وفي نفس الوقت مواد الاداره عشان يعرف يدير التيم ده. وكذلك شركات البترول، شركة البترول عادة هذه الأماكن متخصصة بتفضل إن الشخص يكون باك جراوند أويل أند جاز، يعني يكون هو أصلا مهندس، لأن أنت بالطبيعي كده هو بيقول لك إنه هيبقى عاوز شخص فاهم في الصنعة وفي نفس الوقت عنده الحتة الإدارية، فمين اللي بيجمع الاتنين؟ فلازم يكون الخلفية بتاعته باك جراوند إنجينير. لكن في بعض الشركات التانية الموضوع بالنسبة لها فيري فليكسيبل أو مرن. انا نصيحتي انك ما تركزش انك تبقى مدير، وده نصيحتي ان يا جماعه ادخلوا مجالات الاداره واسعه جدا، حب المجال وادخل وابتكر وربنا يكتب لك اللي فيه الخير، ممكن تكبر في يوم من الايام ما دام انت بتحب المجال بتاعك. لكن بلاش تدور ان ده وشمعنى هو وشمعنى ده مدير مستشفى ما انا اولى، لا مفيش حد اولى، انت ركز على المجال بتاعك وربنا يكتب لك اللي فيه الخير دايما وبالتوفيق.